متتبعي قناة الفاس بريس، في هذه الحلقة هذه غادي نناقشوا الحلقة الخاصة، غادي نناقشوا الموجة الاحتجاج اللي تتعرفها فرنسا بسبب إصلاح نظام التقاعد عندهم وانعكاساته على المستوى الوطني، خاصة أن منذ يعني سنوات وفي المغرب تفتح هذا الملف تاع التقاعد والإصلاح ديالو. أشنا واش غادي نحن نمشوا نفس الموجة تاع الاحتجاجات ولا يكون واحد الحوار اجتماعي من أجل يعني طي صفحة التقاعد بشكل سلس وبشكل سلمي؟ من أجل مناقشة القضية دي نستضيف سي عبد الجليل ابو مجد، باحث في الشان النقابي. سي عبد الجليل مرحبا بك. اهلا سي عبد الجليل. فرنسا الان تتعرف واحد الموجه من الجدل ومن الاحتجاجات بسبب قانون تاع التقاعد، النقابه تصر على سحب هذا القانون، يعني فين كاين الاشكال في المشكل تاع التقاعد في فرنسا؟ بالنسبه لفرنسا سن التقاعد هو 62 سنه، ارادت الحكومه ان ترفع السن الى 64 سنه، وهو الاضعف في على صعيد اوروبا، بل على صعيد المجموعات منظمة الأوسيدي منظمة التجارة والتنمية. ففي ألمانيا التقاعد بلغها 67 سنة، في إسبانيا مؤخرا تم تصويت على القانون بتوافق مع حزب قادرون بوديموس وتأييد النقابة بهدوء تام، ارتفع السن إلى 65 سنة. أستراليا 65 سنة كذلك، حتى في روسيا كانت هناك إصلاح لرفع السن وتم تأجيله لأسباب عدة. فرنسا اليوم أي إصلاح أو مبادرة الإصلاح تكون فيها تصادم ما بين الطبقة السياسية، نظرا لأن هناك مشكل في فرنسا يتجلى بالخصوص في اليمين المتطرف واليسار المتطرف، فأي محاولة للإصلاح وأي مبادرة إلا وتصطدم مع التيارين الذين لا يلتقيان، فهما خصمان لا يلتقيان ولكن يستغلان أي عملية للوقوف ضدها ورفضها والخروج وتعبئة الناس للشارع. ما وصلت الآن بالإصلاح للناس على النقابة تاع فرنسا، تقولوا هذا ماشي إصلاح، هذا ضرب تاع الناس العمال، وأن يعني من المكتسبات أنه يحافظوا على السن تاع التقاعد اللي كاين دابا في حدود 62 عام، وتقولوا أن ما نقبلوش هذا ما توصفه أنت بالإصلاح. صحيح، لأن بالنسبة لفرنسا هي دولة ديفيسيتير، ماشي يعني في عجز با اكسيدونتير، يعني عندها فائض وصناديق مجبرة الدولة على ضرورة إحداث نوع من التوازن في هذه المنظومة الاجتماعية، في منظومة التقاعد ضرورة حاليا، لأن لا يمكن أن تسير هذا الوضع حاليا، لا يمكن، لأن الصناديق ارتفع لتوفير الإنفاق لا بد من استمرار رفع السن التقاعد. في البدايه كان 65 ثم تنازلت شيئا ما الى 64، ولكن المعضله ماشي فقط في 64 او في 65، ولكن المشكل الكبير هو لجوء الدوله او لجوء الحكومه عفوا لجوء الحكومه الى الماده من الدستور، طرحت اشكال الماده ديال 49.3، وهو إجراء دستوري تلجأ له الدولة الحكومة بالخصوص، تلجأ الحكومة في مشاريع القوانين عندما يقع تصادم ويقع النقاش يتوتر طبعا ما يكونش، تخاف الدولة تخاف الحكومة تخاف ألا يتم رفض القانون أو مشروع القانون، وهي إذا تم عدم التصويت على مشروع القانون فهو يعتبر بحال شيء من الإهانة، يوميليسيون الحكومة. لذلك يتتفادى هذه المسألة فلجأت إلى المادة 49.3، وهو إجراء استثنائي تلجأ له الدولة الحكومة في عندما في مسألتين، الدرجة الأولى في القانون المالية وفي مسائل ديال المنظومة الاجتماعية، هذه المسائل، ولكن قليلا تلجأ له في المجالات الأخرى لأن تبقى محدودة، فهو مجال محدود أقصى حالة عندها سنة واحدة في اللجوء لهذه المادة 49.3، واللجوء لهذه المادة هو الذي أفاض الكأس، شعل النار، ولكن
فهو إجراء كان يستعمل قديما خصوصا من طرف اليسار، فعاد روكار فهو يعني واخا الحكومه استندت على هذه الماده، هذا النقابات باقا خارج للشارع، باقا تهدد بالاضرابات، باقا تدير الاضرابات، تقول ان يعني وصل لواحد المرحله يعني لا عوده. احنا في دروك في حاله لا عوده، ولكن هناك البت في المساله كان مسطره، كان واحد لا يرشي، واحد النظام هرمي. الان مشروع القانون تم عرضه على المجلس الدستوري للبت فيه الحكماء، وسيقولون الكلمه ديالهم اما للبت في مثلا في البت في مدى دستوريه اللجوء الى الماده 49.3، وثانيا المطالبه باستفتاء حوله. هل يمكن الانيسياتيف ما يسمى بمبادره الاستفتاء، وهي ثقيله وصعبه جدا حتى لا توافق عليها، فيها توقيعات وفيها معقده جدا باش اللجوء للاستفتاء ولا المشروع. الامر لا يمكن في هذه الحاله ان الدوله او الحكومه تتراجع عن هذا المشروع، لانه فيه ما يمكن انه مصيري بالنسبه للحكومه. واخا نخليو فرنسا ونجيو للمغرب، يعني النقاش تفتح منذ يعني سنوات على اصلاح تاع الصناديق تاع التقاعد، والان يعني الناس يقولوا في حاله ما طبق في فرنسا هذا ويعني مشى بشكل طبيعي، يعني غيتم التطبيق ديالو على مستوى المغرب. فرق لا يمكن مقارنه المغرب مع فرنسا ولا شنو، ولكن شنو الاختلاف والوجهات ما بين النظام تاع التقاعد في فرنسا والنظام تاع التقاعد في المغرب؟ وهو الهدف واحد هو تقليص النفقات. لا النظام، النظام تاع التقاعد اللي كاين في فرنسا وكاين متعدد. النظام التقاعد في فرنسا متعدد، عندهم صناديق كثيره وعندهم اجل دي ستاتيو، هيئات كثيره. هو يريد ان يوحد اصلا، يوحد في هيئه واحده، وبالتالي رفع السن. نفس المشكل اللي كاين هنا، نفس تقريبا نفس المشكل، ولكن حنا ما وصلناش لهذا المستوى. حنا بالنسبه للعمل هناك اصلاح مرتقب، وننتظر ماذا النقابات تطالب بالحوار حوله. لا زالت الامور في حاله انتظار. ان بالنسبه للوضع في النقابي في المغرب، لانه كان اختلاف ثقافات بين الشعوب، الشعوب تختلف في العالم من الشرق الى الغرب، فكلما ازداد الوعي وازدادت الثقافة وازدادت تأهيل المجتمع، ازدادت قوة الحركة، وازدادت ما يسمى بالدينامية والفعالية ديال النقابات. وكلما قل هبط الوعي والثقافة والتأهيل المجتمع، كان أقرب إلى الموت. إذن فلا مجال للمقارنة بالعمل. ناهيك على أن المسألة النقابية في فرنسا تختلف، لأن هناك تداول في فرنسا. لماذا تقلصت العمل النقابي في المغرب وتراجع؟ حاليا في عز الأزمة في فرنسا، وفي عز المعركة حول سن التقاعد وإصلاح التقاعد، تم عقد مؤتمر للسي جي تي، وعند انتهاء ولاية السيد فيليب مارتينيز العميل العام لمدة 8 سنوات، وتم انتخاب سيدة سوفي بيني. ما معنى هذا؟ ما معنى أن كاين واحد الحركية، حركية كما قلت في الثقافة، كل شعوب تختلف، كاين حركية. ففي السيدة الآن اللي صعدت سوفي بيني أكثر راديكالية، ولكن كان كون لو كنا في المغرب وكان نحن في حالة احتياج الوقت غير مناسب، لا بدون شك سيقول الامين العام لاي نقابه من المغرب، حتى لا نمس بسمات اي واحده، سيقول لك لا احنا في عز الازمه، في حل المعركه، وانا المكلف الى اخره، ولا مجال للتغيير حاليا. اذا تمديد التمديد التمديد لمده سنه وسنة لفض النزاع. واخا كيفاش في المغرب خصنا نحلوا هذا المشكل تاع الصناديق تاع التقاعد؟ هو ثقافته بالحوار، ولكن نقابه حتى الان نرجع للوراء شيء، ما النقابه بدات تقلص حتى في الحوار الاجتماعي القديم. حكومه 10 سنوات، الحكومه السابقه مع الحكومه السابقه لمده 10 سنوات النقابات كانت الحوار كان معطل، النقابات بعض الاضرابات متناثره هنا وهناك.
لم تفضل. لا شنو الخطة شنو الوصفة باش نصلحوا النظام تاع التقاعد؟ لابد من بما نوقعوا في هذا الشيء اللي وقعت في فرنسا. لابد من التوافق والحوار قبل عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه. لابد. هما فرنسا عندهم المادة ديال 49 لا تمرير مشروع القانون بدون تصويت. احنا ضروري من التصويت. لا ضروري من التصويت ولا بد من جلسة لتفادي هذا النزاع. حتى لا ماشي غير المشكل ديال التقاعد في المغرب. هناك مشاريع كثيرة عند الدولة. عند الحكومة بالضبط في وزارة التشغيل كاين مشكلة عند قانون ديال تنظيم النقابات. قانون ديال الإضراب. هاد المسائل هادو الثلاث المسائل التقاعد لابد من الحوار، واعتقد ان في الحكومة الحالية فاتحة باب الحوار. لا واش ممكن يعني في الحكومة الحالية يعني تفتح الإصلاح تاع التقاعد حاليا في هاد الظروف اللي تنعرفوها؟ ولكن يعني الظروف على مستوى الخارج فرنسا والظروف أنت الاحتقان الاجتماعي والزيادة في الأشور والزيادة في المواد الاستهلاكية وهذا، واش كل الحكومة عندها الجرأة باش تفتح هاد الملف هذا؟ ممكن لأن إذا كنت في الوضع الصندوق أو في حالة يستدعي ذلك، لما لا؟ لان المشكل اللي توفير نفقات احنا في ازمه ماليه تقريبا. حيت البعض يقول بان الحل ماشي هو الزياده في يعني السن تاع الناس اللي غيشدوا التقاعد، ولكن في الاصلاح تاع هاد الصناديق خاص ضروري يكون عمليه اصلاح اما التوحيد ديالهم. ولكن في المشروع العام ديال الدوله راه كاين توحيد وكاين مشروع متكامل وهو معروض للنقاش حاليا. انما كما نعود الى المساله الاولى بالنسبه للنقابات، هنا سيظهر مدى قوه النقابات ومدى قوه الاقتراحات. واش النقابات عندها شي تصور اصلا للاصلاح تاع التقاعد؟ نعم طبعا عندها تصور. عندها تصور وكان عرض على النقاش وكانت تحت المجلس الاقتصادي والاجتماعي كانت عنده راي في الموضوع. سام جيل شكرا جزيلا على قبول الدعوة على التوضيحات هذه. متتبعي قناة فاسبرس إلى اللقاء في لقاء جديد إن شاء الله.